كاين واحد الشهاده ديال الفنانه لطيفه رأفت من بعد ما اغني ما سمعت اغنيه بسلامه كانوا زهله تحيه وكنقول لها كنحماقوا عليك من اهرامات الاغنيه المغربيه. وطبعا انسانه راقيه وفنانه طبعا كتعبر على الرقي ديالها من خلال التواصل ديالها مع الشباب منهم انا ملي خرجت الاغنيه ديالي كانت من الاوائل اللي قالت لي مبروك. هذا كيدل على بزاف طويله بزاف ديال التقوليه وبزاف ديال الثقه في النفس. كنتمنى كلنا نبقاو نتعلموا من بحال هاد الرموز. فرحت بزاف لانه تجربه فريده من نوعها. كنطلعوا البرامج كنغنيو دائما سهرات سواء في القناه الاولى او القناه الثانيه، ولكن باش يكون لقاء ما بين الجيل الجديد والجيل القديم من خلال اغنيه يعني ما كتموتش بحال الاغنيه ديال يما يا يما، فكان بالنسبه لي واحد الاضافه لمسيرتي الفنيه، خصوصا ان انا كنت من جمهور نعم وحنا كلنا طبعا من جمهور السيده لطيفه رأفت. وما كنتش كنتظر ملي كنت كنشوفها في التلفازه او في المحافل ما عمرني ما تخيلت راسي انني شي نهار غادي نغني معاها. يعني ماشي عدم ثقه في النفس ولا شي حاجه، وانما يعني من كثر الاعجاب ديالي بها يعني وكنعتبرها نجاح. نعم. حيت انا ضربت تماره ونجحت وما جابتني قدام لطيفه رأفت غير النجاح ديالي.